دي المعصره بتاعت حبه البركه وده الشغل اللي بيعمله المركز. تمام. بدايه كلمنا عن المعصره. حضرتك المعصره دي بنسميها هيدروليك بريس او كولد بريس. بنحصل على الزيت على البارد دون وجود حراره تماما نسميها وزاوت هيتنج عشان خاطر نحصل على الزيت محتوي على الماده الفعاله، الماده الفعاله والتي يرجع اليها التاثيرات الطبيه المطلوبه. بمعنى ايه؟ طب ايه الفرق بين ان انا اعصر حبه البركه على المعصره دي وان انا اعصر حبه البركه بره على الحلزون؟ حبه البركه المعصوره على معصرتي بتضمن حصولي على زيت حبه بركه يحتوي على الماده الفعاله والتي تسمى الثايموكينون. كل اللي بيدي حبه البركه قيمه طبيه هو ماده طبيه تسمى ثايموكينون. طيب ماده الثايموكينون دي ماده طياره، وبالتالي لو انا عصرتها على الحلزون على حراره عاليه هيطير الثايموكينون، يبقى انا حصلت على زيت حبه بركه فيكسد اويل يشبه زيت الزيتون تماما، ملوش قيمه طبيه غير ان هو زيت عباره عن احماض دهنيه غير مشبعه. احنا لسه عاصرين حبه البركه. ايوه. وده الجيركن بتاعها. ايوه. ده كم لتر يا دكتور؟ ده 4 لتر. 4 لتر؟ نعم. سعر اللتر كام دلوقتي بتاع حبة البركة؟ الزيت حبة البركة الحبشي بيعدي ال 1000 جنيه اللتر. وبالتالي لما تروح عند العطار تشتري حبة بركة ب 150 جنيه أو ب 200 جنيه، اعرف إن ده سوري واعرف إن ده قيمته الطبية ضعيفة جدا. فإذا لازم المواطن أو المشاهد أو المستمع يعرف إن حبة البركة ثلاث أنواع. سوري قيمتها الطبية صفر. بلدي قيمتها الطبية 50%، حبشي قيمتها الطبية 100%. المادة الفعالة في حبة البركة هي مادة الثايموكينون، وفي أبحاث علمية اتعملت في أمريكا وفصلوا الثايموكينون واستخدموه على مرضى الكانسر، وكانت مادة الثايموكينون مادة توقف انتشار السرطان تماما. يعني حبة البركة بترفع المناعة، بتعالج السرطان. دي الفايب بتاعتها. بترفع المناعة. تمام. بتعالج السرطان. تمام. بتعالج البرد. فيها خاصية طبية اسمها جاذبة قاتلة. يعني ايه؟ يعني عندي احتقان في الزور. اذا في عندي ميكروب. لما بتناول ملعقة صغيرة من زيت حبة البركة اللي بيحصل ان هي جاذبة للميكروبات في المنطقة دي وقاتلة للميكروبات، فهي اسمها جاذبة قاتلة. وبالتالي لو انا عندي احتقان في الزور وتناولت حبة بركة حبشي معصورة على البارد، أنا الاحتقان ده بيروح من أول استخدام. أنا شايف فيه برضو أحجام تانية منها. ده ربع لتر. ده ربع لتر من حبة البركة أيضا. لو تلاحظ حبة البركة لونها محمر فده اللي بيميز حبة البركة الحبشي.